السيد رئيس جامعة الكوفة الأستاذ الدكتور ياسر لفتحسون المحترم، السيدة عميدة كلية التمريض الأستاذ الدكتور راجحة عبد الحسن حمزة المحترمة، السادة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميل الترحيب، معكم دكتور علي جبار عيدان عن فرع العلوم الأساسية في كلية التمريض جامعة الكوفة. دابت رئاسة جامعة الكوفة على دعم المحافل العلمية والتبادل العلمي والفكري بين الباحثين، فضلا عن الدعم المتواصل واللامحدود من قبل عمادة كلية التمريض في إقامة النشاطات العلمية لتبادل الخبرات على المستوى المحلي والدولي في مجال العلوم الأساسية وجميع المجالات الأخرى. برعاية السيد رئيس جامعة الكوفة الأستاذ الدكتور ياسر لفتحسون المحترم، وبإشراف مباشر من قبل السيدة عميدة كلية التمريض الأستاذ الدكتور راجحة عبد الحسن حمزة المحترمة، نقيم مرشتنا لهذا اليوم. وكما ذكرنا في ملتقانا العلمي السابق أن ورشنا السابقة وهذه والتي تليها هي تمهيدا لمؤتمرنا الذي سيقام من قبل فرع العلوم الأساسية في يوم 30 آذار 2021 تحت عنوان First International Conference on Medical Basic Science Research، والذي يهدف إلى أولا توثيق التعاون العلمي والتقني في مجال العلوم الطبية الأساسية وتبادل الخبرات بين الباحثين على المستوى المحلي والدولي، وثانيا إتاحة الفرصة أمام الباحثين لتشكيل فرق بحثية قادرة على مواجهة تحديات واقع البحث العلمي. وبالتعاون مع جامعة بريستول المملكة المتحدة نقيم ورشتنا لهذا اليوم تحت عنوان Preclinical Studies of cartilage tissue engineering using induced pluripotent stem cell. تلقي علينا محاضرة الورشة الدكتورة عايدة حميد حسن العبيدية المحترمة من جامعة بريستول المملكة المتحدة مشكورة. وتكون إدارة الورشة من قبل الدكتور حسام رحيم محمد الحرشاوي من جامعة روتكرز الأمريكية مشكورا، والدكتورة عهود عقيد راضي من كلية التمريض جامعة الكوفة مشكورة، والمتحدث دكتور علي جبار من كلية التمريض جامعة الكوفة. نرحب فائق الترحيب بالدكتورة عايدة العبيدي والدكتور حسام الحريشاوي حلولهم ضيوفا علينا في هذا اللقاء العلمي المتميز، فأهلا وسهلا بهم وبجميع الحاضرين. تفضل دكتورة راجحة عميدة كلية التمريض جامعة الكوفة مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنقل لكم تحيات السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ياسر لفتحسون بهذه الورشة الجديدة التي يقيمها الفرع المتميز فرع العلوم الأساسية في كلية التمريض في جامعة الكوفة، والذي هو تمهيدا للمؤتمر العالمي الأول إن شاء الله الافتراضي الذي سيكون في يوم 30 آذار. نتمنى لكم كل الموفقية. والآن أترك المايك مع دكتور حسام مع تقديري وامتناني للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور علي على هاي المقدمة اللطيفة، شكرا لجامعة الكوفة على حسن الضيافة والاستضافة الفيرتشوالي، شكرا لكلية التمريض جامعة الكوفة على هذا تحت هاي الفرصة انه نتواصل وياهم، وان شاء الله يا ربي نلتقي مثل ما ذكروا الاخوان في مؤتمرنا الافتراضي السنة القادمة ان شاء الله. هاي دعوة لكل الاخوة الباحثين انه يعني يكونون جاهزين، وان شاء الله نستقبل بحوثهم. اعتقد بعد فد اسبوع او اسبوعين نفتح باب قبول البحوث، عندنا مجلات Q1، عندنا مجلات Q2، عندنا مجلات Q3. Q2 والQ3 هي فري مجانية بس ما تكون open access. عندنا مجلة راح نتواصل وياها إن شاء الله، بدينا نتواصل وياها باليابان، ومجلة تركية هاي فري بس يحتاج شوية إنه الكتابة. إحنا راح نساعد جميع إن شاء الله بالكتابة، لأن عندنا كادر يحب يخدم ويحب يطور الكفاءات. طبعا من دواعي السرور انه اكون انا المقدم لشخصية لطيفة علمية
من أهلنا من واسط ومن جامعة بريستول البريطانية، خريجة الطب البيطري لعام 2011، بعدين أكملت دراسة الماجستير في معهد أو مركز معهد الأجنة والعقم جامعة النهرين، ولأنه هي من المتفوقين ومن الأوائل كملت دراستها في جامعة بريستول يونيفرسيتي في التيشو انجينيرينج اند ستيم سيلز ثيرابيوتكس بالريجنريتيف ميديسين جروب سكول اوف بايوميديكال ساينس. هي رئيسة قسم في الشؤون العلمية جامعة واسط. ما اريد اخذ من وقتها هواي، معلومات عندها هواي وسلايدات عندها هواي، انا راح اعرض السلايدات وهي راح تتكلم. تفضلي دكتوره عايده. طبعا اول شيء دا احب اسلم على الجميع، مساء الخير والعافيه عليكم جميعا. طبعا انا جدا سعيده انه اكون جزء من هذا البرنامج اللي تعده كليه التمريض في جامعه الكوفة، هذه الكليه المتميزه، وجدا شاكره لاستضافتهم لنا حتى نقدر نقدم لكم فشي بسيط، فمعلومات احتمال يعني تاخذوها بشكل ملخص واضح وتستمتعون بها وتكون عندكم في الباك جراوند عنها، خصوصا ان الموضوع احنا نقدر نسميه نقول هوت توبيك، من المواضيع كلش ترند وكلش يعني مهمه بالفيلد اللي البايوميديكال ساينس حاليا يعني في كل دول العالم المتقدم. تسلموا لي، ربي يحفظكم. أنا هسه طبعاً هاي مو أول يعني تواصل ويا كلية التمريض جامعة الكوفة، أنا جاية قبل في مؤتمر أعدته كلية التمريض، وكان أكو فريق بريطاني، جينا ويا الفريق البريطاني للكلية، وكان مؤتمر رائع يعني حول أعتقد طرق التدريس الخاصة أو الستيودنت اللي عندهم learning disability، وكنا احنا ضمن الفريق وشفنا التيم الرائع بالكلية والترتيب والتنظيم. وايضا انا حاضرة مؤتمر ويا كلية الطب بجامعة الكوفة، لان انا تدريسية في كلية الطب، وتعرفون نظام كلية الطب في جامعة الكوفة نفس نظام كلية الطب في جامعة واسط اللي هو نظام جامعة بريستول البريطانية. فايضا حضرت ورش عمل يعني واشتغلت بهذا الفيلد كثير. حالياً أنا تدريسية في كلية الطب جامعة واسط، أنا أكملت دراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة جامعة بريستول، أكملت قبل سنتين رجعت، وحالياً مديرة قسم الشؤون العلمية في رئاسة الجامعة. طبعاً إحنا أنا من خلال هذا البوزيشن مالتي أحاول أساعد الجامعة قد ما أقدر، تطوير تغيير تحسين تقدرون تقولون، لأن هذا إحنا دورنا كمبتعثين بالنهاية حتى نرد للبلد كل يعني الفضل اللي سوا علينا، إنه إحنا قدرنا نطلع ندرس ونطور نفسنا، فهسه إجا دورنا إنه نرد هذا الفضل لبلدنا وأهلنا. طبعاً أنا راح أسولف لكم على البروجكت اللي اشتغلناه، أنا اشتغلته هناك بجامعة بريستول، راح أحكي لكم أسولف لكم عربي وإنجليزي حتى الأساتذة والزملاء اللي أخاف يكون عندهم يعني المصطلحات أو كلمات تكون صعبة عليهم، حتى نبسط الموضوع ونسهله ويكون بشكل لطيف. طبعاً هذا البروجكت مالتي اللي راح أشوفه راح أحكي عليه، هو ما اشتغلت أنا الحالي، يعني هذا شغل سنين من التيم اللي اشتغلت وياهم، اللي هو شغل تراكمي، يعني ناس اشتغلت 4 سنوات، بعدين قبلي أكو طالبة بي اتش دي اشتغلت 3، بعدين أنا اجيت كملت على الشغل 4 سنوات. العمل تراكمي. وطبعا قبل ما أبدي بالمحاضرة أحب أشكر دكتورة راجحة ودكتور ياسر السيد رئيس الجامعة، وأشكر اهتمامهم متابعتهم ودعمهم مثل هيك برامج اللي هي هذه تطور الأساتذة وتخليهم updated ودائما شلون نقول in the loop ويا كل المعلومات عن طريق استضافة ناس نقدر نقول كلش specialist باختصاص دقيق وجديد، بحيث انه شيء رائع انه الستاف مالت الكليه يكون ابديتس ومعلومات بمجالات مختلفه. بس حنبدي
طبعا البروجكت مالتي هو كان بري كلينيكال ستدي اوف كارتليج تشو ريبير يوزنج انديوس بلوربوتنت ستيم سيلز. اوكي دكتور، طبعا اول شيء انا راح اسولف لكم شنو هو الكارتليج تشو وشنو الفائده، شنو الفانكشن مال هذا التشو، شنو شلون يكون ممكن يحصل دمج هذا النسيج، وشنو التقنيات العلاجيه اللي موجوده حاليا، وشنو الترند او الشغل الحديث اللي دا نشتغله بموضوع regenerative medicine حتى نوفر علاج او نحل هاي المشكله. طبعا هاي هسه راح اعطيكم مثال، راح اقول لكم احنا دائما هسه دا نسمع بجامعاتنا بحوث تطبيقيه وبحوث تطبيقيه، ونريد منو عنده بحوث تطبيقيه، وزاره التعليم العالي مسويه منصه للبحوث التطبيقيه، ودائما التدريسي اللي عنده بحث تطبيقي شويه بالترقيات الى درجه مختلفه. البحث هسه راح اسولف لكم عنه يعني 100% هو بحث تطبيقي، مثال للبحوث التطبيقيه، لان احنا رحنا مباشره الى مشكله موجوده صحيه بالمؤسسات الصحيه وحاولنا نلقي لها علاج. فهاي ممكن يكون اكزامبل لكم حتى يمكن يعني شويه يعني انسباير يو انه بعدين تروح تشوف شنو المشاكل اللي موجوده ويتم معالجتها بشكل حقيقي اللي موجوده عندنا بمؤسساتنا الصحيه. طبعا اول شيء راح احط لكم نبذة عن الكارتليج تشو. كارتليج تشو هو نوع من انواع الكونكتيف تشو. هذا التشو يكون موجود باماكن مختلفه من جسمنا. طبعا الكلاسيفيكيشن مالته يعتمد على اللوكيشن والفانكشن. فاحنا عندنا 3 تايبس اوف كارتليج تشو، عندنا الارتيكولار كارتليج او الهايلين كارتليج، عندنا الالاستيك كارتليج، وعندنا الفايبرس كارتليج. طبعا انا ما راح ادخل لكم بالديتيلز، بس حتى اقول لكم مثلا الفايبرس كارتليج موجود بالديسك بين الفقرات، دائما نسمع هاي عنها، تكون شوية أقراص من الكارتج، تكون جدا ستيف قوية، لأن نوع الكولاجين اللي بيها يختلف يعطيها هذه القوة. الهايلين كارتج الموجود بالمفاصل يكون ريتش بتايب 2 كولاجين اللي ينطي المرونة حتى احنا نقدر نتحرك ومفاصلنا تتحرك بسهولة وبدون ألم، ويمنع الاحتكاك بين العظام. طبعا هذا التشو اللي هو دا يسهل حياتنا، حركه مفاصلنا، حياتنا اليوميه، ممكن تصير بيه دامج. اوكي هذا الدامج طبعا راح ياثر تاثير كبير على الحياه اليوميه مالتنا. هسه راح اجيكم اسولف لكم عن هاي التاثيرات. طبعا التاثير ممكن يكون بالاوستيوارثرايتس نسميه، اللي هو الديجنريتيف ديزيز. طبعا اما يكون برايمري اوستيوارثرايتس او سكندري. البرايمري اوستيوارثرايتس هذا يحصل عن طريق التقدم بالعمر، يعني الكواليتي مال التشو تبدي تنزل، تبدي احنا كلنا نشوف يعني الله يعطيهم الصحه والعافيه امهاتنا، البيبياتنا، جداتنا، اهلنا، نشوف تشوفهم يصيحون ظهري رجلي مفصلي، ويا تقدم العمر تشوف بعد يروح للطبيب شي يقول لي يقول له سوا فام ما تصير لك شعر، قدرنا يعطوا يعني علاجات مؤقته كذا. هو هذا بالضبط اللي انا دا احكي عليه، يصير نتيجه تروما مثلا حادث مثل ما تشوفون بالصوره، هذا لاعب كره القدم اللي مصاب، او يكون جينيتكس يعني ناس اعمارهم بالعشرين وتلقاه مفاصله مدمره لان هو هاي عندهم بالجينز مالت العائله يصير عندهم الاوستيوارثرايتس. مرات من زياده الوزن الاوبيزيتي راح تسوي مشاكل بالمفاصل لان ضغط 100 كيلو أكثر راح يصير ضغط على المفاصل راح تأثر. بس دول الناس ممكن تقليل الوزن تخف المشكلة وتتعالج. بس احنا عرفنا شنو الدمج الممكن يصير بهذا التشو، شنو الأسباب اللي ممكن تصير. هسه ننتقل للسلايد الثاني اللي راح نتحدث عن التريتمنت. انا هسه قبل ما اعطيكم العلاج مالتي اللي احنا جايين نشتغل عليه، لازم أشرح لكم شنو الموجود حالياً بالسوق أو شنو الموجود بالفيلد، شنو الطرق العلاج المستخدمة. طبعاً أكو طريقتين، الطريقة الأولى هي الميديكيشن. الميديكيشن اللي هي البين كيلر كلنا نعرفها، اللي عنده يصير آلام مفاصل يروح ياخذ آيبوبروفين، ياخذ فولتارين، ياخذ هاي الأمور. طبعاً هاي العلاجات تكون temporary، تعطينا يعني فترة ريليف لفترة معينة، ممكن تكون ساعات،
المشكله مالتها مو كل البيشنت يقدرون ياخذوها، لان بلاد بريشر ممكن يتاثر، الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالدايجستيف سيستم ممكن تتاثر، جماعه الرينال سيستم عندهم مشاكل، فاحنا هاي ما راح يكون علاج نهائي للموضوع. لذلك الاطباء طوروا طرق جديده للعلاج، طبعا هاي الليست اللي موجوده، مثل اللافج، مثل الدبرايتمنت، شيفينج، ابريشن، اوتولوجوس تشو كرافت، كل ذولا والامبلانتيشن. طبعا كل ذولا مع الاسف الواقع يعني ان ذولا كلهم ينطون تمبراري تريتمنت، يعني البيشنت من 3 شهور الى سنه وراها يرجع لنفس الستاتس. يعني هذا اللافج يسوون واشنج، يغسلون المفصل، فشنو من يغسلون المفصل عشان حصل فيكم حتى تكون عندكم معلومات، يعني اكيد اذا عندكم احد كبير بالبيت ويقولوا له سوي كذا راح نسوي لك كذا، هاي حتى تصير عندكم فكره شويه. مثلا هذه الحاله الاولى يغسلون المفصل نورمال سلاين حتى هاي كل الانفلاميشن مولكيولز تطلع من المفصل، فالبيشنت يرتاح له فد 3 شهور الى سنه. طبعا الحاله الثانيه اللي هي الدبرايتمنت او الشيفينج تكنيك، ايش يسوون؟ الكارتلج يكون متخشن، يقول له اذا خشونه بالمفصل يعني يكون متدمر، مثل ما تشوفون بهاي الصوره اللي بيها مثل ما يأشر الدكتور المفصل هنا متاكل. فهاي ايش يسوون؟ يسوون شيفينج، يقطعوها كلها حتى شويه تصير سمود المنطقه. بس هاي المشكله انه هو الطبيب الكلينيشن دا يضاعف الموضوع، دا يسوي دمج أكثر. طبعاً بعدين أكو لقوا حالة جديدة إنه راح يسوون هولز، يثقبون المفصل المنطقة هاي المدمرة. إيش راح يصير؟ تعرفون بالعظم أكو بون مارو، فراح تطلع الكلوت مال البلاد وبيها بون مارو، راح تبني بهاي المنطقة، راح تسوينا قطعة من النسيج اللي تغطي. بس هاي شنو راح يصير؟ راح يصير fibrous cartilage، نفس النوع اللي موجود عندنا بالفقرات بالديسك. زين، هذا fibrous cartilage جدا قاسي stiff، فما يتحمل المفصل، يحتاج مرونة، ما يكون fibrous cartilage، لازم يكون hyaline cartilage. فالكواليتي مالت الكارتلج اللي مبنية ما راح تكون ضمن المستوى المطلوب، فالبيشنت ورا فترة يرجع يعاني. طبعا هاي حالات كثيره، يعني علاجات ما بدي ادخلكم بها، بس حتى تشوفون شلون هذه العلاجات مدى تطبق. يعني احنا هسه شنو امام مشكله بالفيلد، شلون حنحل المشكله؟ العلماء شنو سووا وشنو فكروا شلون نحل الموضوع هذا المتازم؟ دكتور ممكن نكست. طبعا اكو فد ارقام بس اريد اقول لكم اياها، انه تقريبا 13% من الاشخاص حول العالم مصابين بالاوستيوارثرايتس. فقط في المملكه المتحده في سنه 2013 سووا احصائيه، طبعا الاحصائيه طلعت من الارثرايتس ريسيرش يو كي، انه اكثر من 8 ملايين شخص مصابين بالاوستيوارثرايتس في المملكه المتحده. وطبعا 95% من عمليات الجوينت ريبليسمنت هي بسبب الاوستيوارثرايتس. طبعا احنا قلنا الاما هو تقدم العمر او البيشنت تصير له اشكالات تروما كذا وتنخلق المشكله، يعني وهو من تبدي تنخلق بعد لا توقف، يستمر الموضوع. فهذه الارقام هاي كلها معناها الدوله دا تصرف، خصوصا احنا هناك من جنة بريطانيا الـ NHS المؤسسه الصحيه تتكفل بكل يعني الجانب الصحي للموضوع، التأمين الصحي، إنه بعد خلاص من يروح يسوي عملية من كذا كلها for free. فبالنتيجة تخيلوا هاي العمليات كلها 8 ملايين شخص، joint replacement وعملية كبرى، إيش قد تكلف الدولة؟ القطاع الصحي طالبة والجامعات إنه يقولنا حل. طبعاً هنا هيدا نجي على جانب من تكون الجامعة نسميها الجامعة المجتمعية اللي احنا هسه اجت فترة اشتغلنا عليها، والفريق اللي اجى زار جامعة الكوفة كان وقتها رئيس او عميد كلية بجامعة نيوكاسل، جامعة كان اكو شغل على الجامعة المجتمعية، انه شلون الجامعة هي تنفتح على المجتمع وتبدي تحل مشاكل قطاعات
مثلا كلية الهندسة تحل مشاكل قطاعات معينة، وكلية الطب تبدي تنطلق للصحة وتقولهم انطونا المشاكل نشتغل عليها ونلاقي لكم حل لها. فهذا الجزء البروجكت هو جزء من موضوع حل مشاكل لقطاع الصحة في المملكة المتحدة. طبعا هو هذا من ينحل ما راح ينحل فقط لبلد معين، راح الخير ينول الكل، يعني كل الدول أو كل العالم، يعني من يلقي علاج. فهسه شنو اجى الساينس أو الفرق البحثية بدأت تشتغل على موضوع جديد، بدأوا يفكرون، قالوا احنا بدل ما هاي الأزمة انه احنا نبقى نعالج ونغير وكذا، ليش ما نسوي التقنية جديدة انه نسوي تيشو جديد ونغير القديم؟ يعني مثل ما انه احنا عندنا قطعة غيار سيارة عاطلة ونوديها للتصليح، بدل ما نفس القطعة نعدل بها ونصلح بها يومية عاطلة، خلاص نغيرها ونخلي قطعة جديدة مضبوطة بها ضمان. هاي الفكرة من التشو انجينيرينج او الهندسة الخلوية. فأنا أحكيها بشكل عام انه سواء مثلا جماعه الدايابيتس، موضوع البنكرياس، الناس اللي عندهم مشاكل بالمسلز، سواء المسلز اتروفي اعتقد، مشاكل بالكلى. فبدت الفرق البحثيه حول العالم كل من حسب اللاين مالته بدا يشتغل على موضوع انه احنا شلون نسوي نسيج جديد ممكن يستبدل النسيج الدامج تشو. طبعا هاي انه الفكره يسموها يعني مثل بنك الاعضاء، انه كل شخص راح بعدين بالمستقبل الفيوتشر، هاي نظره الفيوتشر، انه يقدر يسووا له عضو حسب الطلب ويستبدلوا له الدامج دوان. اوكي، فانه الفكره انه نحصل على نسيج ممكن يؤدي دور النسيج الاصلي من ناحيه الفانكشن ويكون مطابق إلى من ناحية الستراكشر. تمام دكتور، نيكست. أنا شلون أقدر أبني قطعة من نسيج أو piece of tissue؟ شنو اللي راح أحتاجه؟ شنو الرسيبي؟ شنو الوصفة؟ شنو الأساسيات للتشو إنجينيرينج؟ راح نحتاج خلايا cells، وراح نحتاج scaffold. scaffold اللي هو نقدر نسميه النيش، أو نقدر نقول مثل العش أو الهيكل اللي راح تقعد بيه الخلايا، وراح نستخدم الجروث فاكتورز. اوكي، هذين الثلاث فاكتورز هن الاساس بعمليه التشو انجينيرنج، بغض النظر عن اللاين مال التشو اللي انتم حابين تشتغلون عليه. فبعدين انتم تقومون تبحثون بكل جزئيه الخلايا اللي انتم تشتغلون عليها شنو اللي يحتاجها. يعني اني اذا اشتغل على ماسلز، اذا اشتغل على اسوي muscles fiber، اوكي بدي اسوي خلايا عضلات حتى نستبدل نسوي قلب، اوكي لازم اني اعرف شنو السكافولد اللي يرهم ويا عضلات القلب، او الخلايا القلب اللي هي المايوفايبرز، شنو هي الخليه اللي راح اجيبها اساسا حتى تسوي لي خليه قلب، وشنو الجروث فاكتورز. growth factors لها دور مهم، انه هي راح توجه لي الخليه، هي راح تعلم الخليه، تقول لها فرزي فلان ماده، توقفي هسه سوي proliferation، هسه سوي differentiation، هسه تعطيها الاوردرز، تعطيها الاوردرز، توجه الخليه. فاني راح احتاج لني العناصر الثلاثه. بالنسبه للبروجكت مالتي اللي اشتغلته ويا التيم، احنا كان عندنا different options، راح اسولف فيكم انواع الخلايا اللي توفرت ومن اللي استخدمنا ومن اللي ما استخدمنا. زين، احنا بالفيلد ماي كارتج عندنا اول نوع من الخلايا هي الكوندروسايت، اذا ماتشور كوندروسايت اللي ياخذها من المفصل مباشره. طبعا هاي استخدموها العلماء فتره ولاحظوا انه مدى تفيد بالشغل. ليش؟ لانه يصير لها دي ديفرنشيشن، تفقد الفينوتايب مالتها. احنا من عندنا خليه لازم نريدها نسوي تشو بيس اوف كارتليج او بيس اوف تشو، لازم الفينوتايب او الخليه تبقى عندها الامكانيات والقدره العاليه انه والكاركترايزيشن مالت النيتف كارتليج او التشو الاصلي اللي موجود بجسمنا، اي تغييرات تصير بيها
ما راح تأدي لنا الجوب أو البيربس اللي مطلوب. فبالنسبة للماتشور كوندروسايتس فشلت بهذا الاختبار، انتقلوا الساينتست أو احنا نقدر نقول التيم اللي اشتغلنا بجامعة بريستول انتقلوا للأمسيز. الأمسيز اللي هي مازينكيمال ستيم سيلز، هاي المازينكيمال ستيم سيلز أعتقد الكل سامع بيها، اللي هي يستخرجوها من أديبوس تشو، يستخرجوها من الأمبليكال كورد البلاد طبعا، ومن البون مارو. هذه السيلز يعني ما أعرف أكيد حضراتكم عندكم معلومات عنها، تكون مالتي بوتنت. هاي شنو؟ تعطيني لنجز معين من الخلايا، يعني من أخذها وأروح أستخدمها حتى يعني أسوي منها نسيج، راح تتطور لي إلى أما بون أوستيوبلاست أو خلايا يعني جلد فايبروبلاست أو كوندروسايت خلايا غضروف أو أديبوسايت خلايا دهون. طبعا بس محددة، يعني ما راح تعطيني كل شيء موجود بالجسم. عندها 4-5 أنواع، إذا عندكم البروتوكول الصحيح إنه توجهوها راح تروح تسوي لك هاي السيلز. يعني أنا عندي بروتوكول أريد أسوي من هاي الأمسيز بون تشو، أطبقه 1-2-3 يعني طوروه باللاب أشتغله، بالنهاية راح يكون عندي بون تشو. اللاب مالتنا الجروب مالتنا قبل ما أجي بسنوات مشتغلين انه مستخدمين الامسيس اللي تشوفوها اللي هي المازينكيمال ستيم سيلز لسنوات قد اشتغلوا الامسيس حتى يسوون كارتلج تشو طبعا، ونجحوا وكان عندهم بيبرز نشرت. بس هسه راح نجي نناقش الكواليتي مالت الشغل مالتكم. اوكي هاي بالنسبه للاولى اللي هسه بدي اشرح على دكتور حسام. النوع الثاني اللي هي الامبريونيك ستيم سيلز، هاي كلنا نعرف انه هي شو وقت ناخذها، هي عباره عن كلستر اوف سيلز، بعدين من افتر الفرتلايزيشن داي 5 ورا ما نخليها بالانكيوبيتر تصير هاي الكلستر، نقدر نستفاد منها تكون هي المذر سيلز اللي نقدر تكون تسوي ديفرنشيشن لاني تايب اوف تيشو ان اور بودي. المشكله هذه الخلايا انه جدا صعب السيطره عليها، يعني في اغلب الحالات راح تتطور الى تيراتوما. تيراتوما اللي هي شنو؟ طبعا هاي الخلايا اللي من تاخذوها اذا زرعوها، طبعا تجارب زرعوها يعني سبكوتينيوس تحت الجلد بالفئران بالماي، ورا فتره طبعا اقدم من الفتره ايش قد لقوا فتحوا الجلد لقوا متكونه تيراتوما. اذا تحبون تدورون على جوجل على تيراتوما، انه هي هاي الكتله مال الخلايا تحولت الى خلايا مثلا جلد وشعر وكارتلج وبون، يعني فشيء سوري يعني جدا من يشوفون الصوره كلش ديسكاستينج وجروس. تتحول الى انواع من الخلايا بنفس الوقت كلها تطي. فهاي شنو نسبه تكوين التيومر بيها جدا عاليه، لانه ما الخلايا صعب السيطره عليها. كثير من الساينتست والجروبس حول العالم اشتغلوا عليها وحاولوا يتقدرون تقولون يروضوها ويلقون طريقة. ما أكو الإثيكال إيشو إنه شلون إحنا نأخذ إمبريو ونموتها وكذا ومشاكل. حتى وقتها أتذكر في أمريكا وقتها قطعوا الفند على هاي البحوث فترة، وبعدين من رجع أوباما أتذكر رجع الفند وبدأوا يشتغلوا فترة على هذه البحوث. بس طبعا بعدين صارت الثورة الكبيرة اللي تغير بها كل الأمور وانتركت هاي الخلايا من تم اكتشاف الهيومن انديوس بلوريبوتنت ستيم سيل. طبعا هاي آني الخلايا اللي اشتغلت عليها بالبروجكت مارت. اوكي اشتغلت جزء بالأمسيز مازينكيمال ستيم سيلز، وبعدين جيت لقيت اكو بروتوكول مرتب تم اعداده. طبعا حاليا انه احنا مقدمين الجامعة على براءة اختراع بخصوصة طالبة اللي قضي طالبة الدكتوراه، إنه شلون نقدر نسوي كارتلج تشو من هيومن انديوس بلوريبوتنت ستيم سيل. فهسه راح ننطلق للسلايد الثاني. هذا اكو عالم ياباني اسمه ياماناكا، اشتغل فترة 13 سنة ويا التيم مالته في جامعة يابانية من الجامعات العريقة، صراحة ما يخبرني اسمها. اشتغل على فاكتورز، هاي الفاكتورز يسموها ياماناكا فاكتورز، بين بين قوسين والسوكس 2 والكالفور والسيماكس.
ذي الفاكتورز ايش سوالهم؟ دخلهم للخلية عن طريق ريتروفيروس. اوكي ذني ترانسكريبشن فاكتورز موجودة بالخلية. سوالهم ريبروجرامينج. ذني من سوالهم ريبروجرامينج؟ حول الخلية من حالة فايبروبلاست، طبعا هو وقتها اشتغل على الفايبروبلاست الموجودة بالسكين واشتغل عليها، حول الفايبروبلاست إلى خلية تشبه بمواصفاتها الامبريونيك ستيم سيلز. اوكي يعني احنا هذا العالم ايش سوى؟ جاب خلايا مجلد سوى لها اعاده برمجه عن طريق شنو؟ عن طريق ترانسكريبشن فاكتور اللي هنا يسموها اليمناكا فاكتور، دخلها للخليه عن طريق ريتروفيروس. اوكي واللي صار انه تحولت الخليه مثل الماجيك مثل السحر، تحولت الخليه من سكين سيل الى خليه بيها مواصفات الامبريونيك ستيم سيل. زين هسه اعرف واضحه هاي الفكره شلون تحولت؟ طبعا هو اذا تحبون كتبولي لا اقرا انا بالشات. طبعا البدايه بداها عن طريق المايس، اشتغل على المايس بسنة 2006 وبعدين بسنة 2007 طبق هاي الطريقة على الهيومن ونشرهم 2 بيبرز ثاني. زين فسوت ثورة. طبعا هذا العالم اللي نشر بال 2006 وبال 2007 البيبرز مالته حصل جائزة نوبل بالطب سنة 2012. اوكي جائزة مستشفى كانت في الثينات، كانت مناصفة مع السير جون. طبعا هذا السير جون اللي هو سوى الكلونينج الاستنساخ النعجة دولي، كنا اكيد سامعين بيها. طبعا انا كنت جدا محظوظة انه انا كنت بجامعتي، هاي صورتي مع مشرفي ومع السير جون، انه كنت موجودة بجامعتي وجامعتي استضافته. يعني حتى تعرفون مثلا ثقل الجامعات الجيدة هناك، انا جامعتي تصنيف على العالم 55 فمن الجامعات المتميزة على مستوى المملكة. فوقتها استضافت الجامعة وكان عنده توك، عنده توك بموضوع اللي حصل عليه جائزة نوبل بالطب. وطبعا حتى تشوفون هناك الناس شقد بسيطين. أنا اكتشفت أنه نفس الصورة اللي هو راح أخذ بها جائزة نوبل، نفس القميص ونفس الرباط ونفس القاط، هو نفسه اللي راب اللي لابسهم كلهم من اجانب جامعه بريستل وانطى المحاضره. زين فهناك يعني شوفوا ببساطه الناس وتركيزهم على العلم وعلى الامور اللي بيها فائده للمجتمع. يعني ما اعرف، هو كل لقطه هناك الانسان يتعلم فد شيء. يعني كانت صراحه تجربه الابتعاث تجربه جدا فريده، انه واحد يشوف شخص حصل جائزه نوبل ويلتقي به. وطبعا الشخص الثاني ايضا اللي محصل جائزه نوبل وهم ماخذه وياه صوره، هو كان رئيس جامعتي ببريستل، ايضا محصل جائزه نوبل بالطب والفسلجه، بس يعني احدث من هذه الوقت، يمكن بال 14 ما متاكده. فايضا هو يعني اجى صار قبل بمنصب رئيس جامعه بريستل. فشعور جدا رائع انه انت من تلتقي شخص محصل نوبل ومن يقعد ينطي لك السبيتش مال التخرج ويعطيك موتيفيشن شنو لازم تسوي بالحياه وشنو لازم تتعامل وشلون تنجح. فكانت من اللحظات العظيمه بحياتي وقتها. فذول العلماء، الاول اللي حصل نوبل بخصوص موضوع الكلونينج، والثاني يمناكا اللي حصل جائزه نوبل بموضوع الهيومن انديوس بلوريبوتنت ستيم سيلز. طبعا احنا هناك من كنا بانجلترا، اي حدث مميز، أي اكتشاف مميز، مباشرة تلقى الجروبات البحثية تنطلق باتجاهها. يعني هسه السنة صار الترند الاكتشاف العلمي ونوبل لهذا الموضوع، كل العلماء والجروبات اللي هم ضمن المجال هذا، مو يعني بغير تخصصات، انطلقوا حدثوا سووا أبغريد بالشغل مالتهم، ما يبقون على نفس اللاين والتكنيكس القديمة. يعني مثل ما يقول الترند المودة شنو، يلا خلي نحول على هذا، يلا خلي نحدد شغلنا. فوقتها أني بال 2012 من حصل جائزة نوبل، هو الاكتشاف مالته بال 2007،
فكانت الطالبة اللي قبلي مشرفي قرر أنه يدخل يجازف بهذا الموضوع، والطالبة اللي قبلي حاليا دكتورة في أحد الجامعات السعودية كانت جدا متميزة ورائعة بمستواها، وهي اللي سوت لي كل التريننج أنا من وصلت وقتها. كانت هي مشتغلة على أنه شلون إحنا نحول الهيومن إنديوس بلوريبوتنت ستيم سيلز إلى كوندرو بروجينيتور سيلز. أوكي، إحنا عندنا خلايا غضروفية كوندروسايت في مرحلة من مراحل التطور بالهيستولوجي اللي يعرف، عندنا كوندرو بروجينيتور خلايا المولدة لخلايا الغضروف. فإحنا كانت تارجت مالتها أول هدف تجيب هيومن إنديوس بلوريبوتنت ستيم سيلز اللي اشتغلهم العالم يمنار. فهذا كان الهدف. طبعا هي بدأت بالشغل ونجحت به بشكل متميز، وقدرت تسوي بروتوكول تحول به هذه الخلايا الأم إلى خلايا غضروف. طبعا وهنا من حولناها اللي قلت لكم عليه قبل شوية، حتى بالنهاية شو نحصل piece of cartilage. أوكي دكتور إذا ممكن next slide. هسه جاي نشوف، إذا تشوفون هاي القطع، هاي القطع عبارة عن قطع غضروف. أوكي طبعا لونها وردي لأن إحنا كنا خاليها بالميديا. الميديا بيها مادة نسيت اسمها سوري. هاي المادة تقيس لنا البي اتش. فالتشو مثلا من هذا خلي أخذ اللون مالت الصبغة هذه. يعني احنا بالميديا بالتشو كالتشر من الميديا تصير قديمه والخلايا تستهلك كل النيوترينت تتحول الى اصفر. فاحنا شنو الشركات تخلي هذا اللون الوردي كمؤشر انه ها احنا النيوترينت مكفيه السيلز والخلايا مستهلكه لو ولا لا. فاحنا هاي الصبغه الوردي دائما الميديا مالتنا فريش، بس هو اذا نحطه بنورمال سلاين راح يروح هذا اللون يصير عباره عن قطعه شفافه. ممكن تشوفون اكو لمعه بيها. طبعا هاي احب اقول لكم انه هذا احنا نسيج غضروفي سويناه احنا بالمختبر ونجحنا انه نسوي. اوكي نسيج غضروفي نسويه من خلايا هيومن انديوس بلوريبوتنت ستيم سيلز، ومستخدمين سكافولد ومستخدمين جروث فاكتور. بس طبعا هذا الشغل انا اجيت لقيته صاير. اوكي اللاين الأول الفوق إذا تشوفون شوية أكو فرق بالحجم، أكو حجم صغير أكو وسط، شكلها يعني مو جدا متجانس. ذني تشو إنجينيرينج، بس تش مستخدمين مزينكيمال ستيم سيلز الخلايا اللي يأخذوها من نخاع العظم. أوكي هاي الخلايا اللي يأخذوها من نخاع العظم يعني الإشكالية اللي بيها إنه تختلف من مريض إلى مريض. هم هاي شو وقت نحصلها إحنا صراحة، يعني صار اتفاق ويا المستشفى وبعرفة المريض، يعني يأخذون البيرميشن من عنده يقولوا له إحنا دريد نسوي بحث بهذا المجال، أتوقع نأخذ من عندك. من يغيروا للمفصل يسحبون من النخاع وبعدين يدزونا يا للجامعة، وإحنا نبدي نحوله نصفي، لأنه تعرفون نخاع العظم بتجي نفات تشو بلود سيلز وكذا، يعني عبارة عن شيء لونه أحمر مثل السموذي أو شيء ضربي بالخلاط، يعني فإحنا لازم نفلتر نصفي هاي الخلايا كلها، وبالنتيجة نطلع بس الميزنكيمال ستيم سيلز. فاحنا اللي سويناه شوف استخدمناهن باللاين الاول، النتائج ما مرضيه. اللاين الثاني استخدمنا الهيومن انديوس بلوريبوتنت ستيم سيلز عن طريق البروتوكول اللي تم تطويره طالبه البي اتش دي اللي كانت قبلي. فاحنا لحد هاي الستيب يعني وي ديد ا فيري ويل، يعني البروجكت تقدرون تقولون نجح، لان قدرنا نسوي كارتليج تشو من human induced pluripotent stem cells. حاليا مثل ما تشوفوهم شكلهم مساوي، اكو تجانس من اني كنت اشتغل يعني الزمها القطعه حلو، يعني شكلها مرتب ومساوي. هسه راح نجي اكو فقره يعني اشرح لكم اياها بعدين بالتشو انجينيرينج شلون النسيج ياخذ هذا الشكل وشون هذني صارن صغار وليش ذني كملن وصارن بهذا الشكل. اوكي هسه ان شاء الله راح اجي لكم
أجيلكم بيها وأسولف لكم إياها. الدكتور إذا ممكن النكست سلايد. طبعاً هسه راح اللي مال هاي الستدي كلها اللي أنا اشتغلتها أو my PhD project is to investigating the feasibility of repairing cartilage tissue defect in large animal model using 3D implants. يعني أنا الفكرة كلها عندي defect. طبعاً إحنا هسه إن هذه clinical study. فأخلاقيات البحث العلمي أنت لا تقدر مباشرة jump للهيومن، لازم إحنا نشتغل animal work، نشتغل على حيوانات مختبرية. طبعا ضمن الإثكس هاي لازم كلش نركز عليها، الإثكس إنه شلون نتعامل ويا الحيوان، شلون نقتل الحيوان، هل الحيوان خلال التجربة مالتنا دا يتألم، لأن ترى هي روح، الحيوانات روح وتحس. فإحنا ما يصير إنه إحنا مثلاً نجرب أشياء جداً هارش وقاسية والحيوان يتوجع ويتألم، يعني هاي كلش يدخل بيها مواضيع أخلاقية. فيعني هاي هسه بعدين أسولف لكم شلون اختارينا الأنيمال، شلون يعني حتى موافقة من الهوم أوفيس. الهوم أوفيس هو نفسه هذا اللي يطلع الفيزا، من تقدم البريطانية على فيزا مثل الأمن اللي احنا عندنا او الفتشي يخص الدولة. فانت من تقدم على الفيزا لانجلترا لازم تروح عن طريق الهوم اوفيس. فتخيلوا انا البروجكت مالتي اخذت موافقة من الهوم اوفيس، والهوم اوفيس دزوا اسئلة وصلوا الى مرحلة شلون راح تقتلون الحيوان وكم مفصل. يعني احنا وقتها جربنا بالشير الموضوع، ردنا نسوي two joints، نسوي بيهم defect ونسوي implant، يعني نسوي بيهم فد مشكلة بالغضروف يعني جراحيا، نشيل طبقة وبعدين نزرع النسيج اللي عندنا. اتخيلوا انه قالوا لا احنا بدنا نسوي يعني two joints، قالوا لا الحيوان يتأذى ويتألم من راح يعني خلال الفترة انت راح تخلوه 3 أشهر أو 6 أشهر، فما تسووا برجلين اثنين، تسووهن رجل واحدة فقط، مفصل واحد فقط. فأكو أمور جداً تخص الجانب الأخلاقي والإنساني والتعامل مع الحيوانات، فهاي كانت كلها مأخوذة بالحسبان خلال هذا البروجيكت. أخاف أن يكون ببالكم أو تسألون، فهاي الإثكس كانت مطبقة بشكل صحيح خلال البروجيكت. So, أنه الفكرة أنه أنا راح أجرب هل ممكن هذا الكارتلج اللي سويناه باللاب ممكن أستخدمه لعلاج منطقة بها دامج cartilage tissue damage. هذا اللي هسه راح نجاوبكم عليه بالسلايدات الجاية. دكتور إذا ممكن next. تمام. طبعاً أنا من استلمت البروجيكت، تعرفون إنه إحنا من مهم من أخلاقيات البحث أو حتى البروفيشناليزم إنه إحنا من نستلم بروجيكت إذا شخص قبلي مشتغل جزئية لازم أخذها من عنده وأعيدها 3 مرات. 3 مرات هاي 3 مرات راح تثبت لي إنه شغله صحيح وشغلي صحيح. يعني هي الطالبة وقتها أو الدكتورة أخذت IBCs. طبعاً IBCs إذا هم تسألون إحنا منين حصلنا الخلايا؟ الخلايا IBCs حصلناها من أكسفورد يونيفرسيتي، من جامعة أكسفورد اشتريناها. وقتها عندهم تيم، تعرفون جامعة أكسفورد يعني سباقين، أي ترند أي موضوع يطلع مباشرة هم يطبقوه. فهم أخذوا البروتوكول اللي اشتغلها يا مناكا وطبقوه وسووا سيل لاينز، وبدأوا يعني اللي الجامعات اللي تريده تتعامل وياهم وتاخذ منهم السيل لاينز. فالحلو بالموضوع انه انا اشتغلت على سيل لاينز، يعني ما موجودة بالعالم، فقط في هذا المكان، والشغل كله قائم على شغل بي نوبل برايز. فكانت اكو فد نوفلتي جدا رائعة بالشغل، يعني واحد يكون قد ما الشغل صعب ومتعب بس بالنهاية يقول it's worth it. فبديت الشغل من جديد، استلمنا خلايا جتنا من أكسفورد اللي هم هذه أول صورة على اليسار. طبعاً هاي الخلايا تكون على شتنمو على شكل كولونيز اللي هي نفسها هاي خلايا يمناقة اللي هو طورها. أوكي، وطبقت البروتوكول اللي طبقته الطالبة قبلي أو الدكتورة القبلي، طبقته حتى وصلت إلى مرحلة نسميها الكوندروبروجينيتور اللي هي بالصورة الثانية.
بعدين هاي الخلايا ذني الدوائر تشوفوها ذني السكافولد اللي استخدمناه، هذا السكافولد ابروفد من منظمة الغذاء والدواء بحيث انه هو سيف يستخدم بالهيومن. لذلك احنا بالبداية اعتمدنا ما نقدر نستخدم شيء توكسيك، ما نقدر نستخدم شيء ممكن يؤذي بعدين اذا انتقلنا بمرحلة الكلينيكال ترايل للهيومن. فاحنا جربنا وبالنهاية طلعت عندي هاي البيس اوف كارتليج. طبعا احكي لكم شغل سنة وشهرين، هذا بدي تتلخص بهاي الصورة. طبعا دكتور اذا ممكن نيكست. طبعا الخلايا من استلمتها اكو موضوع يعني هم انا احب اقول لكم اياه حتى تعرفون انتو ايش قد اكو تفاصيل بالموضوع من تشتغل على فت سيل لاين او تستلم خلايا من جامعة ثانية قبل ما تبدي بيها البروجكت مالتك. انت لازم نسوي لها كاركترايزيشن. كاركترايزيشن شنو؟ انه اني اتاكد هاي الخلايا مالتي شغاله، لان اني راح اذا ابدي وادخلها بروتوكول واسوي لها بروليفريشن واشتغل يمكن شهور وبعدين اذا بي انصدم اوصل مرحله اريد اسوي ديفرنشيشن ما تشتغل، كل شيء ما يشتغل. فيطلع شنو؟ يطلع اكو مشكله اوريدي بالسورس مال خلايا مالتي اللي اني اشتريت منه السيل لاين. فاول شيء سويناه اللي سويته أنا، طبعاً الطالب القبلي قلت لكم سوته وأنا هذا الشغل أي شيء يطلع لكم بالسلايد هذا معاد 3 times ضربوه في 3. أخذت الخلايا هذه اللي هي الـ IBCs مختصرها وسويت لهم growing. يعني من أحكي لكم إنه كمية إنه هاي الخلايا إش قد delicate وإش قد صعب التعامل وياها. طبعاً هواية أكو ناس حاولوا يشتغلون بس فشلوا ما قدروا، يعني سبحان الله ما تنمو عندهم ما تنمو. وأكو فد فقرة جدا لطيفة من كنت أشتغل بالمختبر، كنت إذا بيوم ضايجة طاقتي سلبية معصبة وأجي ألزم بني الخلايا، الخلايا تموت. يعني أنا جاي أحكي لكم واقع، الخلايا تموت لترالي. أجيهم ثاني يوم ألقاهم كلهم فلوتينج مطوفات. طبعا إحنا الخلية الحية تكون لاصقة بالماتراجل المادة اللي نغلف بيها زين، بس إذا ميتة حتلقوها مطوفة. فكنت أنا إذا أجي أشتغل وياهم أجي أغيرنهم الميديا، يعني feeding them أغذيهم أو كذا، إذا مزاجي مو تمام ضايجة مريضة يعني سبحان الله طاقتي تنتقل لهم. وثاني يوم أشوف الدنيا صايرة عندي كارثة بالسيلز. فدائما كان أكو فد شيء إنه treat them with love، لازم نعامل هاي الخلايا بحب، لازم تحسسهم إنه أنت happy وجاي تشتغل وياهم everything will be fine. seriously ترى يعني I'm not joking، بس هذا كانت من الأشياء اللي تعلمتها. فاشتغلت على هاي الخلايا فترة، جربت سويت الماركرز انه البلوروبوتنسي ماركرز انه هاي الخلايا حتى تكون حامله تكون بلوروبوتنت مثل الامبريونيك ستيم سيلز عندها ماركرز. بس بهاي الصور انا سويت ماركرز، طلعت الماركرز طلعت لي بوزيتيف، اذا دان اني الخلايا راح اشتغل عليها مضبوطه. انقلت المن للستيب الثانيه. دكتور نيكست اذا ممكن. الستيب الثانية هنا استخدمت البروتوكول. البروتوكول طبعا هذا هسه حاليا اللي يعني الدكتورة القبلية تحصل عليه، دكتورة أماني تحصل عليه براءة اختراع بالمملكة المتحدة، اللي هي انه شلون اني اخذ هاي الاي بي سيز الخلايا واحولها الى كوندرو بروجينيتور. فشوفوا الموضوع ايش قد دقيق. فوق حتلقون الوقت، شوفوا تايم بالساعات، والبروث فاكتورز اللي استخدمناها والميديا اللي استخدمناها وشون سوينا كوتينج، يعني شنو هاي لازم طبعا نذكرها المادة اللي استخدمناها. طبعا هاي الكوتينج يعني نشتري احنا من الشركة كوتينج نسميها ماترجل زين. مرات اكو خلايا يعجبها الماترجل وتمشي الامور، مرات ما يعجبها تموت نضطر نغير الشركة نجيب من غير شركة نجرب. فالموضوع كلش تريكي، الموضوع كلش حساس، يعني شغلات بسيطة 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 كلش ممكن يسبب فد مشكلة عويصة باللاب
والخلايا ما يعجبها الموضوع ولازم يسوي موديفيكيشن في سبيل الشغل يمشي. فهنا البروتوكول شفنا انه اول شيء نبدي ويا اكتيفين 4 ساعات، بعدين 4 ايام نستخدم اكتيفين بي ام بي 4 والاف جي اف، بعدين من يوم 4 ليوم 9 نستخدم بي ام بي 4 واف جي اف، بعدين من يوم 9 ليوم 14 ما مكتوب ستيج 3 نعطي اف جي اف. طبعا وهاي الستيج الاول المينتنس نعطي ام تي زر ميديا، والستيج الثاني نعطي الاستمبرو ميديا، وبعدين الستيج الثالث نعطي دي ام اي ام ميديا. طبعا جدا اكسبنسيف الشغل هذا، كلش كلش مكلف. الميديات هاي اللي نستخدمها من شركات معينه تجينا يعني يوصل يعني البطل مالت الميديا اذا نحسبها على العراق يعني يوصل فوق 150,000 200,000 بطل الميديا الواحد اللي ما يكفيك اسبوع حتى بس تسوي لهم مينتنس وبرو. فصراحة أنا كان البجت مالتي كلش عالي من رحت على البي اتش دي، وهذا الشيء هو اللي يعني اللي أنقذني وخلاني أقدر أكمل بروجكت بهالضخامة هذه. فهذا البروتوكول اللي استخدمته دكتور، إذا ممكن نكست. طبعا هاي الصورة حتى تشوفون شكل الخلايا شلون كانت. أول لاين الخلايا عندنا اعطيتها growth factors ومشيت على البروتوكول. اللاين الثاني ما مشيت على البروتوكول، اعطيتها فقط ميديا كانت control. فتلاحظون الأول مشت صارت أكو تغيرات stage 1 stage 2 stage 3 stage 3 وصلت للكوندرو بروجينيتر ساوند. هذه نجحنا بالشغل. اللاين الجوي control حتى أثبت إن الشغل تمام. طبعا الخلايا بدأت تتكاثر بشكل عشوائي يعني صارت الكولونيز كلش كبيرة وتداخلت، بعدين تغير شكلها وصار اكو cell death وفلوتينج. هاي هنا بعد اخر شيء الخلايا كلها ماتت. فأنا بهاي الطريقة تأكدت انه انا طبقت البروتوكول بشكل صحيح ونتجت عندي خلايا اللي هي كوندرو بروجينيتور. تمام دكتور نيكست. طبعا التست اللي حنسوي حتى نشوف يعني شوفوا في كل خطوة أكو تيست، في كل خطوة نسويها أكو فد طريقة حتى أكتشف شغلي صحيح نوم مو صحيح. إحنا نقولها ماكو شغل يعني عمياوي إنه بس سويتها وكذا. في كل مرحلة كان مشرف يسألني سويتي هذه سويتي هاي التيست، يلا جيبي لي الريزلت خلي أشوفه، أشوف الصور الباور بوينت حتى نشيك تنتقلي للستيب اللي بعده. فهذا التست شنو؟ هاي الخلايا اللي طلعت عندي بالأخير اللي هي الكوندرو بروجينيتور، نخلي عدد معين ونخلي ميديا وجروث فاكتورز ونخليهم بالسنترفيوج. اوكي نخليهم بالسنترفيوج، راح تسوي عندي باليت. اوكي هاي الباليت اخليها فور تو ويكس اسوي لها فيدنج يعني اغير الميديا. بالنهايه مال تو ويكس راح تلاحظون انه اللي انطيناها جروث فاكتورز سوت عندي هاي الباليت. اذا تشوفوها هاي الدائره هاي عبارة عن قطعة غضروف صغيرة، يعني أنا تأكدت هسه إنه الخلايا مالتي شغالة وإن البروتوكول صحيح وإن شغلي كله صحيح. تمام؟ التيوب الثاني إذا تشوفون أكو فد نقطة كلش صغيرة، هاي معناها إنه السيلز فشلت ما سوت شيء لأن أنا ما اعطيتها جروث فاكتور، خليتها لحالها بس بالميديا without growth factors. فالصار انه معناها اي growth factors ماتي صحيحة شغالة، خلايا شغالة، الامور تمام. ننتقل للمرحلة اللي وراها. طبعا دكتور اذا ممكن، طبعا هذا السلايدات الهيستولوجي سوينا بيها تيست، هاي البلت ناخذها نسوي تيست نسوي لها نصبغها هيماتوكسين اند ايوسين سفرانين او وتايب 2 كولاجين، لان انا اهم شيء عندي بالكارتليج هو تايب 2 كولاجين. هاي هسه هم عبرنا التست الثاني، ننتقل للمرحلة الثالثة. هسه أنا عندي خلايا، عندي سكافولد، سويت هاي الخلايا وزعتها على السكافولد. طبعاً هاي يعني بروتوكول كامل شغل كامل لمدة 35 يوم. بالنهاية طلع عندي هذا الغضروف أو piece of cartilage. أوكي طبعاً أكو فد يمكن أنت راح تطرحون علي أسئلة أو تساؤلات، راح بس اكو لقطه اوضحها لكم. هاي الخلايا محسوبه تماما، ايش قد محسوبه كميه الخلايا ومحسوبه كميه بالنسبه للحجم مال السكافولد، نحسب الحجم كله معادلات ونحسب الخلايا ايش قد
ونحسب ايش قد نسوي سيدنج، الجروث فاكتورز كلها محسوبه للميديا، يعني كلها كالكيوليتد بادق طريقه ممكن تتخيلوها، يعني هذا كله استبلشت. فاحنا مو بس مجرد عشوائيا اجيب خلايا اخليهن واخلي ميديا وكذا، لا، هذا كله محسوب بالملم. اوكي، بالنتيجه انا ورا 35 يوم حصلت دول البيسز اوف كارتليج. زين، اي هسه الخطوه اللي وراها انه انا طلع عندي بيس اوف كارتليج، بس هسه راح تسالون تقولون هل هذا البيس اوف كارتليج يعني يشبه النيتف اللي عندنا بجسمنا؟ شنو الكواليتي مال التشو اللي انت طلعتيه؟ شنو الصفات مالته مقارنه بالهيومن كارتليج؟ فاجينا هسه المرحله مهمه، هي مرحله الكاركترايزيشن. يعني انتم خلوا ببالكم في حال حبيتوا تشتغلون تشو انجينيرنج او احد راد يشتغل تشو انجينيرنج عندكم، لازم انت تقارن الكواليتي مال هذا التشو راح يطلع عندك بالنيتف. يعني تسوي بنكرياس لازم تقارنه بالنيتف، تشوفه شكلها الخليه، ادائها، افرازها، كل شيء. تسوي مصلز تقارنها بالنيتف. فاحنا اني اجى دوري هنا أنا شنو؟ انه اني اقارن كل اللي سويته بالنيتف كارتليج، ومو بس اقارنه بالاخر ستيج، يعني مو اخذ الظروف وهاي ال 35 داي 35 اقارنها، لا، لازم حتى اقارن الديفلوبمنت. يعني اروح للكارتليج تشو اللي احنا يصير عندنا خلال الامبريونيك ديفلوبمنت، اسوي تراكينج اشوف شنو الجينز اللي هي اب ريجوليتد، شنو الجينز اللي هي داون ريجوليتد، شنو هذا اللي اقارنهم بالتشو مالتي. فاني قمت سويت تشو انجينيرنج واخذت جمعت من عنده بمراحل مختلفه، طبعا انا جمعت اكثر بس هاي بصوره لافه. طبعا اخذت داي 7 وداي 14 وداي 21 وداي 28 وداي 35، هذني صار عندي سامبلز. طبعا هذني سامبلز اشتغلناهن إلايزا، اشتغلناهن كيو بي سي ار، واشتغلناهن هيستولوجي، واشتغلنا ميونو ستينينج. يعني تقدرون تقولون يعني كل التفاصيل شنو موجود بالنسيج سويت له تيست، من الاكسترا سيرماتراكس للفايبرز للكولاجينز، هاي اللي انواعها شنو موجوده، حتى كل اطلع التقييم نهائي. طبعا هذا الشغل هسه دسولكم اياه، هذا تشابتر كامل، تشابتر كامل بالاطروحه مالتي اشتغلت الكاركترايزيشن. هسه اذا نجي على الستيب اللي بعدها، نشوف السلايد اللي بعده. طبعا هنا اذا تشوفون هذا التيبل الملون، هذني الجينز اللي تكون اب ريجوليتد وداون ريجوليتد بالديفلوبمنت اوف كارتليج. طبعا هذا الجدول يشوفني الجينز اللي اب ريجوليتد وداون ريجوليتد خلال الديفلوبمنت، النورمال ديفلوبمنت اوف كارتليج تشو. فاحنا باللون الاخضر هذا النيتف كارتليج اللي موجود بجسمنا احنا، اللي باللون الازرق هذا التشو انجينيرنج او التشو اللي احنا سويناه بالمختبر. فتقريبا يعني 99% طلعت ادي الجينز متطابقه، يعني هذا الاب ريجوليتد هنا هم اب ريجوليتد، هنا هذا داون ريجوليتد، هذا كذا. فمثلا عندنا جين عندي مثلا ناخذ كولاجين تايب 10 يكون داون ريجوليتد، هنا عندي شيء يصير اب ريجوليتد بالبدايه ويا النهايه مالتي الكلتشر يصير داون ريجوليتد. فهذا مؤشر جدا ممتاز انه الكواليتي مالت التشو اللي احنا سويناه باللاب جدا عاليه ومقاربه للهيومن. دكتور ممكن النكست سلايد. طبعا انا ما احب ابد ادوخكم، بس هاي مجرد لقطات هيجي من الريزلت. هذا الميونو ستينينج اللي راح نبدي من اليمين، سوينا التايب 1 كولاجين. احنا ليش دائما بالكارتليج نروح ندقق بتايب 1 كولاجين؟ لان تايب 1 كولاجين هو نوع من الكولاجين اللي يخلي الكارتليج جدا ستيف ويصير فايبرس مثل اللي موجود بالاقراص مال الفقرات. وبهالطريقه اذا الكارتليج تشو طلع بي تايب 1 اكثر من تايب 2 معناها الكواليتي مالته غير جيده وما نقدر نعتمد عليه. احنا نحتاج تايب 2 اكثر،
قد ما نقدر احنا الريد تايب 2 يطلع عندنا اكثر، وقد ما نقدر عندنا الريد تايب 1 يطلع قليل. فهسه بالستينينج بالميونوستينينج اذا تشوفون هذا اللاين الجهه اللي كلها فاتح هذا كله تايب 1، بمعنى انه انا ما عندي تايب 1 بالتشو مالتي. اذا تشوفون الثاني بالوسط تشوفون كميه الجوزي اللون صبغه طالعت لي، هذه كلها كولاجين تايب 2، معناها انه التشو مالتي عدى انه وفره او كميه كبيره من كولاجين تايب 2، وهو هذا اللي احنا نريده. طبعا تزداد اللون يزداد العمق مالته طبعا احنا هسه بالتدريج راح نشوف هذا بداي 7 داي 4، يعني بالتدريج هاي اللي اخذتهن. اخر واحد هذا الهيومن كارتلج النيتف، هذا اللي تشوفوه مثل جلد النمر اخر شيء، هذا النيتف مالتنا النيتف كارتلج ماخذين من عينه من مفصل، بتشوفون كميه الكولاجين ايش قد بي ايش قد بي يعني كثيره. فاحنا كل ما يزيد كل ما الكواليتي مالت النسيج مالتنا تكون اعلى. هنا هم بالتايب 1 اخر لاين هذا بالهيومن كارتلج شوفوا ماكو تايب 1، وبالنسيج مالتنا دي فوق اذا تصعد دكتور هم ماكو تايب 1 which is great، يعني احنا محققين فد نتيجه جدا ممتازه. طبعا هذه الصور بالفلوريسنت او البيكروسيرس ريد هاي تشوفوها صبغنا بروتوغلايكان. البروتوغلايكان هو هذا البروتين مسؤول عن المرونه اللي موجوده بالكارتج. طبعا هذا احنا هم يعني نفرح من نشوفه كلش موجود بوفره والصبغه تكون حمراء، معناها جدا ممتاز الكواليتي مالت الكارتج. هنا الصفحة ركزت على الأورينتيشن مالتي فايبر، شوفوا يعني الموضوع إيش قد دقيق، وكل هذا مقارنة بالنيتف. حتى الأورينتيشن سبحان الله يعني اللي موجودة بالمفاصل هذا الغضروف هو عبارة عن 2 سنتيمترز، بس الأورينتيشن مالت الألياف مالته في كل مرحلة يعني كل طبقة نقدر هو داخل زونز بالكارتلج، في كل زون يكون اتجاهها مختلف عن الزون الثاني حتى بالنتيجة يطلع هذا التشو يطلع هاي الوظيفة هاي المرونة والرزيلينس. احنا هذا الضغط كله ده خليه عليها. فأنا وصلت مرحلة انه حتى الفايبرز الاورينتيشن والترتيبات مالتها قمت اقارن بين الهيومن وبين الانجينيرد كارتلج، وطبعا بالنتيجة طلعتها نتائج جدا ممتازة انه الاورينتيشن اللي عندنا بالانجينيرد كارتلج يشبه الاورينتيشن اللي موجود بالنيتف كارتلج. طبعا هذا كان شيء كلش مفرح وقتها من شفنا السلايدات، لان كلها يسوي كونفيرم انه انتم مشتغلين صح والتشو كواليتي از هاي. دكتور ممكن نكست. هسه جينا للخطوه اللي وراها انه اني هسه هذا النسيج اللي عندي اللي سويته بالمختبر اريد انقله وين؟ انقله انه ازرعه داخل ديفكت، منطقه بيها ديفكت، ونشوف انه شلون راح نقدر، هل راح يصير ريبير او ما راح يصير ريبير بالتشو. طبعا حتى اختصر لكم لانه ما اعرف دكتور ايش قد بقى عندي وقت. والله يا دكتور احنا تجاوزنا الوقت. لا خلاص هاي راح اسوي كلش سريع لانه هاي كلينيكال. فطبعا احنا سوينا هذا الكارتج، هذا البروجكت الجزء هذا بالتعاون ويا الفيترينري رويال كوليدج لندن. وطبعا جراحة اللي اشتغلت لناها بس هي طبعا طبيبة بيطرية مختصة بجراحة المفاصل بالحيوانات، وسوينا هاي القطع مالت النسيج، ورحنا سوينا ديفكت بمنطقة المفصل بالشيب وزرعنا. دكتور إذا ممكن نكست. طبعا هذا التيبل حتى تشوفون احنا مأمرات مستحيل راح اقدر اشرح لكم كل الديتيلز. غيرنا يعني سوينا 4 شيبس كل جروب، واستخدمنا خيوط جراحية مختلفة، استخدمنا يعني عمر الكارتلج الانجينير كارتلج بأعمار مختلفة، استخدمنا خليناها فترات مختلفة تقريبا لا تقريبا فترات 3 شهور كلها مش شابهة، خلينا نسوي ديكالسيفيكيشن، سوينا فترات مختلفة بمواد مختلفة، كلها هاي عوامل تدخل بالنتيجة النهائية للإمبلانت. دكتور ممكن نكست. طبعا هاي الصورة شوفوا هذه، هاي طبعا unpublished data لحد الآن. هاي بديت سوينت surgeon defect وخلت الامبلانت. دكتور إذا ممكن نكست. ها
طبعا هاي بمراحل السوترينج صورتها. هاي الطريقه محاوله من دمر النسيج من نسوي له امبلانت. تعرفون هو نسيج يعني ديليكت وما يتحمل. طبعا هاي المنطقه مثل ما تشوفوها بعد 3 شهور من الامبلانتيشن طبعا صار عندنا هيلينج. اكو مناطق لا تشوفوها طبعا هاي فور شيبس كل وحده عينه. لا العفو هاي 2 باثنين والسلايد اللي بعدها اكو 2 باثنين لان هن التوتال 4. فطبعا صار اكو ريبير لقينا اكو تشو بدا ينبني بالسراوندينج اريا لانه احنا عندنا ديفكت. هسه شكل الديفكت بدا تقريبا مملي. دكتور ممكن نيكست. هذه همينه تو شيبس طبعا انا ما خليت كلهن حتى يعني of things to show. فهاي الابزوربابل لانه احنا حتى فكرنا قلنا ممكن الخيط الجراحي ياثر الديجريديشن اللي يصير بالخيط الجراحي ممكن ياثر على الامبلانت. دكتور ممكن نيكست. طبعا هاي من سويناها قطعنا هاي المنطقه وسوينا لها الهيستولوجي. هاي الصور شلون سويناها تو هالف وبعدين صارت بالبلوكس. نيكست دكتور. طبعا هسه هنا حنشوف different staining, immuno staining, وهنا عندنا normal staining يعني basic. فتشوفون شلون اكو مناطق هاي المتصله هاي المتصله هاي كلها هي عباره عن repair tissue او التشو اللي احنا صار ونبنى عن طريق الامبلانت اللي خليناها. طبعا بالمناسبه اكو فقره انه احنا ترى engineered cartilage سويناه من الهيومن سيل والحيوان اللي زرعنا به هو شيب. يعني احنا استخدمنا تو سبيشيز مختلفات بس ما صار اي ميون ريجكشن. ماكو مشكله okay. ما يصل الريجكشن هواي. بالضبط بالضبط لانه هو ماكو بلاد فيزلز ما صار عندنا ريجكشن. فالحلو بالموضوع انه تقدر تستخدم يعني سبيشيز مختلفه تزرع واحد بالثاني بس ما ياثر ما يصير اكو ديفكت. تمام دكتور. هذا يعتبر هو بيزك انه the end of the day you will use it for a human being. اه بالضبط. I want to stay further. بالضبط بالضبط. فدكتور next اذا ممكن. طبعا هاي شوية صورة مقربة تشوفون التشو اللي بنا. طبعا الشغلة اللي صارت عندنا كلش عانينا بيها هي موضوع الهيستولوجي لان يعني عندنا بون. البون يسوي له decalcification وهذا مرات النسيج اللي بنا انه هذا يكون كلش ديليكت فيتاثر خلال مرحله الديكالسيفيكيشن. وكانت عندنا معاناه يعني احنا من نقطع ناخذ بون وكارتلج فمرات بالهيستولوجي بالقطع يتدمر التشو فما تطلع اناني هذا الدمج اللي شويه بالتشو صاير هذا الدمج صار بالتقطيع ولا صار عندي already بالتشو. فهاي هم بعض الملاحظات أو شلون challenges اللي إحنا واجهناها. يعني هو أي باحث بأي مرحلة لازم تكون عدة challenges وعدة نقاط مو شوية توقف العجلة أو تخلي limitation. فهاي واحدة من limitation اللي صارت. next دكتور إذا ممكن. طبعا هاي هنا شوية سوينا زوم حتى نفحص. طبعا هذا حكي هواية يغادلة لأنه هستوباث فاحنا اكو جريدنج سيستم اعتمدنا عليه وشفنا شنو التغيرات وشنو اللي صار. نيكست دكتور. هاي هم نفس الحاله. نيكست. طبعا هاي صور مكرره لبس سامبلز مختلفه. نيكست. هذه همنا اذا تلاحظون مسوين زوم هاي المنطقه. طبعا جماعه الهستوباث ما اعذروني يعني ماكو بعد وقت انه يعرفون شنو هاي كل صورة تدل على فد شيء أو ستيج معين بالهيلينج. next دكتور. هذه هم صورة يعني سامبلز أخرى. next. هاي هم ماتين. هاي كانت أكثر شيء صاير بيها هيلينج. فهسا أنا بس يعني دا أقول لكم أو أسولف لكم إنه إحنا بهذا البروجكت نجحنا إنه نطلع خلايا كارتليج من human induced pluripotent stem cells ونزرع هذه الخلايا او النسيج اللي سويناه بشيب موديل. طبعا اشتغلت بشابتر ثاني على الانتجريشن التلاصق لانه هاي عندنا من المعضلات انه شلون تلصق كارتلج بكارتلج. اثنين هم سليبري اثنين هم ناعم التشو يعني السيرفس مالتهم سموث وناعم فما
مترهم طبعا هاي شابتر كامل ايضا من الشغل اشتغلته وكان كثير كثير بديته. فاحنا شفنا انه ممكن اذا طريقه يكون ليس يعني شلون نقول مو كاف انه ممكن تستخدم مستقبلا. طبعا بالمناسبه انا هسه بدي اسولف لكم هذا الشغل والبروجكت المشرف حصل يعني مبلغ كلش كبير مشرفي based on my data. وهم اشتغلوا مجموعة من الشيبس سووا لهم سيرجري والشغل لا زال مستمر بالجروب على هذا البروجكت. فأنا بس حبيت أشوفكم إنه وين وصلنا، وين هسه العالم وصل بهذا الموضوع، وشنو ممكن بعد كم سنة تلقون بالفيلد إنه تتفاجئون إنه قالوا خلاص لقينا أورغان نستبدل البنكرياس أو نستبدل الليفر أو نستبدل أبدا تستبعدوها، لأن الشغل والفوكس كله حاليا على هذا السايد. طبعا أنا أشكركم وأشكر صبركم، بس الموضوع جدا هيوج، وهذا هيك يعني حتى أوصل لكم الفكرة إنه شنو ممكن تشتغلون وشنو ممكن تعرفون عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا.